السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناة اشرح لي. النهاردة هنشرح ازاي تقدر تعمل ايميل على جوجل ادسنس. الموقع ده اللي من خلاله بتقدر تستلم فلوسك لو انت عامل قناة على اليوتيوب او على بلوجر او على اي مواقع تانية. يعني ايميل متعدد المزايا لازم تعمله عشان يتحول لك الفلوس عليه. هنبدأ على طول الشرح ان شاء الله. هنخش على جوجل ونكتب، لو انا مش حافظ اسم الموقع، ادسنس باد سنس سيرش، هيفتح معايا بالشكل ده. هو اول موقع طبعا جوجل ادسنس، ندوس عليه. ده شكل الموقع، بيشرح لك المزايا بتاعته، الناس بتختاره، الاعلانات المناسبة لجمهورك. فانا طبعا هكتب تسجيل الدخول فوق على ايدي الشمال اهي، انا واقف عليها ننتظر بيفتح معانا. دي الصفحة بتاعتي، دي الصفحة بتاعتي، ده الرصيد اللي أنا كسبته 26 سنت، تمام. والأرباح المقدرة بيكتب لك آخر 28 يوم. ودي هنا التحليل الكامل للقناة، عدد مرات الظهور، العائد على الألف للصفحة، الدفعات. عشان انت تسحب من جوجل ادسنس لازم اقل شيء تسحب 100 دولار، اقل شيء لازم تسحب 100 دولار. هنا هو بيقول لك تستلم الدفعات شهريا اذا كان مجموعها يساوي 100 دولار على الاقل، الحد الادنى للعائد. لقد بلغت صفر من الحد الادنى لدفع الارباح. انا لسه معيش. اول ما بتحقق ال 100 دولار، بيروح هنا عامل لك ايه، طريقة الحصول على دفعاتك. هنا بتدوس اضافة طريقة دفع، طبعا مش مفتوحة لي انا دلوقتي، هتفتح لك اما تحقق الدخل منها. بتدوس على دي، بتبعت بويسترن يونيون او بالباي بال. هنا طبعا الدفعات اهي، كل شهر بينزل لك الدفعة على طول، يوم 1 مايو، يوم 1 ابريل، يوم 1 مارس. لو انت فرضا جبت 70 دولار في شهر، مش هتقدر تسحبهم، لازم الشهر اللي بعده على الاقل تجيب 30 دولار عشان يبقوا 100 عشان تقدر تسحب. هي دي فكرة الموقع. طب انا اعمل ايميل ازاي؟ هنطلع من ايميلي الاول طبعا، هخرج وبعد كده هنروح عاملين البدء. هنا طبعا اهو ده شكل الموقع. هنا بيقول لك اكتب اسم موقعك، اسم موقعك. بعد هنا بيقول لك اكتب ايميلك، لو انت عندك اي ايميل، ايميل جيميل افضل طبعا او ايميل ياهو. بعد كده بيقول لك هنبعت لك رسائل عليه، تمام. فبتدوس سيف اند كونتينيو، وبيبعت لك رسالة بتعمل لها على طول اكتف من على الموبايل او من على الايميل حسب ما الرساله جات لك. وبعد كده بتبدا خلاص على طول شغل كده، وبتربط طبعا الايميل بايميل اليوتيوب، الاكونت باكونت اليوتيوب، عشان يجي لك عليه الدفعات زي ما انا وريتكم في اول الفيديو. نتمنى الشرح يكون جيد وعجبكم، وانتظرونا ان شاء الله فيديوهات اكتر. شكرا.